تغيرت العادات الاجتماعية اللبنانية في الأفراح والأتراح، في الله يرحمه وفي الله يهنيه، فالأوضاع الاقتصادية والصحية حولت العادات إلى مجرد كلمات ترسل عبر تطبيق الواتساب، وكأن هذا التطبيق أصبح جسر التواصل بين الناس. سنة سنة ونص تقريباً توفر فيه وما قدرت روح على الدفن، فاكتفيت بس أنه عز أهله على التليفون. في بيجين بقى حضني عز التاني إلا كله على التليفون والتهنية على التليفون، كله على المرسلات، ما بقى في شيء منه هذا. حاليا العادات والتقاليد تغيرت كثير بالاعراس بالعزاء، يعني تقريبا الناس في بتقول لقوها حجه الكورونا انه ما يعملوا وجبات. الباحثة والناشطة الاجتماعية أمل زغبي شرحت عبر صوت لبنان التغير الجذري في العادات والتقاليد. اللي كان يتسم فيه المجتمع اللبناني كان قيمة الكرم، كانت الضيافة، كانت المشاركة الناس مع بعضهم. لقينا أنه بالفترة الأخيرة كتير خفت هيدي المشاركة جسدياً. لازم نعرف شو هو السبب. يعني إذا جينا نحسب لشخص واحد، شخص واحد رايح معزوم على عرس، مفترض أنه هيدا الحدن يكون عم يدفع أول شيء بنزيناته، وتاني شيء بده يجيب ثيابه لحتى يلبسونه. بنفس الوقت في عنا كمان كان في عنا الكادو يلي قبل كانت سابقاً كانت هي تنقيط، وصلنا لمطرح أنه هيدا الشيء كمان صار عم بخف. يعني اللي بده يتجوز بيستحي يعزم لأنه مشان ما يكلف هود الناس. بالنسبة للعزاء يلي كان قبل يصير أنه ناس يكونوا سيربلاس موجودين مع بعضهم ويعزوا ويروحوا يحطوا بدل أكاليل، صار هيدا الشيء استبدل بأنه نكتب على ورقة النعوة أنه ما تجوا جربوا أنه تصلوا فينا على الرقم. أضيف عليها أزمة البنزين اللي نحن هلأ وصلنا لها يلي هي كده يجي مطرح بعيد، صارت كلفة كتير كبيرة، يعني مش أقل من مليون ليرة لحتى يوصل لعنده بس لحتى يقول له الله يرحمه، فاستبدلت بالاتصال التليفوني. احنا رح نروح على مرحلة رح يصير فيها الأدابتاسيون، التكيف على العادات الجديدة حتى الحالة الاقتصادية. ما بعتقد رح تكون تغيير كتير على أمد كتير طويل. نحن رح نتكيف على الحالة وبعتقد رح نرجع نفرض، لأنه هي جزء من هوية اللبناني يلي هي هودي العادات والتقاليد والقيم الخاصة فيه. ليس من السهل أن نتخيل أزمة اقتصادية صحية أنهكت الوطن وأفقدته رونقه الثقافي التقليدي، ويبقى الأمل. رانيا عبيد، صوت لبنان.